عن هذا الحادث الذي وقع صباح اليوم بين منطقتي سيدي الطيبي وبقناد النواحي سلا والقنيطرة. قطار انحرف عن سكته مخلفا 6 قتلى و86 جريحا. وكما أسلفنا في العناوين لا تفاصيل حتى الآن عن أسباب هذا الحادث الخطير. وعلى إثر هذا الحادث المفجع أصدر جلالة الملك محمد السادس تعليماته لكل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء اللذين انتقلا إلى عين المكان قصد نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم بالمستشفى العسكري بالرباط. ولمعرفة المزيد تنضم إلينا من عين المكان الزميلة بشرى رئيف. بشرى، ماذا لديك حتى الآن؟ زهرة، المعطيات الرسمية المتوفرة لدي لحدود اللحظة والتي حصلنا عليها من عبد المولى أبو المعيزة والمدير الجهوي للصحة بجهة رباط سلا القنيطرة، يعني أقول المعطيات الرسمية لحدود اللحظة هي 6 قتلى و86 جريحا جروح متفاوتة، تم نقلهم إلى مختلف المستشفيات الجهة. نتحدث عن مدينة سلا، عن الرباط، القنيطرة، سمارة وأيضا مراكز القرب. هناك يعني تعبئة كبيرة جدا لمواجهة يعني هذا الحادث المفجع والذي لحدود اللحظة يعني تجهل أسبابه. هناك كما قلت يعني تعبئة كبيرة، هناك العشرات من سيارات الإسعاف، طائرات الهليكوبتر تحلق فوق، أنا لا أدري إن كنتم تسمعون الصوت، رجال الوقاية المدنية، وزير الداخلية وشخصيات يعني حكومية أيضا وصلت إلى عين المكان، همهم في هذه الأثناء إنقاذ يعني الضحايا. بالعودة الأخرى إلى الحادث، فمواقع يعني بحسب تصريحات مختلفة، الحادث وقع في حوالي الساعة 10 صباحا. قيل على أن القطار القادم من الدار البيضاء والمتوجه إلى من الدار البيضاء صحيح والمتوجه إلى القنيطرة، قيل على أنه زاغ عن السكة كما قلت يعني لحدود اللحظة تجهل أسباب الحادث. وما هو رسمي ويعني أقول حصيلة مؤقتة لحدود اللحظة هي 6 قتلى و86 جريحا جروح متفاوتة. بشرى رئيف، كنت مباشرة معنا من عين مكان وقوع الحادث بين سيدة طيبي وبقناد النواحي سلا والقنيطرة، شكرا جزيلا لك. طبعا سنتابع تغطيتنا لهذا الحادث المؤسف ولحيثياته في نشراتنا اللاحقة.